لا شك أن اختيار ديكورات المنزل من الداخل لا يقل أهمية عن اختيار قطع الأثاث الخاصة بكل غرفة من غرف المنزل أو اختيار ديكورات الجبس الأنيقة التي تجعل سقف الغرفة أنيقة، إذ إن الحوائط تحتل الجزء الأكبر من المنزل وتعمل على إبراز ديكورات المنزل وإظهارها بشكل جميل ورائع. لذا يجب أن تتناسب ديكورات الحوائط مع باقي الديكورات وقطع أثاث المنزل، فإن ذلك يجعل الغرفة في صورة مثالية. وتتنوع ديكورات الحوائط بين عدة أشكال وأنماط، كاستخدام الستائر كأحد أنواع ديكورات الحوائط، وأيضاً استخدام اللوحات الفنية، بالإضافة إلى اختيار ورق الحائط أو الرسم على جدران الغرفة، وطرق عديدة أخرى، مثل تصميم جدار خشبي أو جبس بورد بارد لإضافة الإنارات المخفية واستخدام السيراميك أو اللواح بديل الرخام في ديكور الجدران البارزة. ومن الممكن إضافة البنوهات الفوم أو الجبس المغربي للجدران وتزيينها بالإضاءات الحديثة عند تجديد ديكورات المنزل أو إنشاء منزل جديد. لذلك اعددنا لكم محبين قناة ديكور أصل كتالوج ديكورات وتصاميم جدران مودرن مختلفة لتناسب معظم الازواق والمساحات، ودمتم بخير.